يقول ابن القيم رحمه الله: لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمس: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة، ومن شهوة تخالف الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض التجريد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.